يوم واحد صار بناء يتملق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. اجى لي تصور علي بن أبي طالب من هذا النوع اللي إذا مدحه وكذب بالمدح، إذا كذب بالمدح يعني يستدره يأخذ من عنده، يتصور أنه يبتز عن هالطريق، بدأ يغرق. قال له الإمام على رجلك على رجلك، أنا أقل مما تقول لكن أكبر مما في نفسك، أنا حجمي أعرف ما لك علاقة، لا تجي لي، لا تحاول أن تخدعني، اتركني واجهني بالواقع، المواجهة بالواقع هواية أفضل، المواجهة الواقع بالواقع هواية أفضل. فجميل بالإنسان أن يعرف حجمه، وهي جميل. وأنا أكد لك الدنيا إذا بيها فوضى وإذا بيها خرابيط هي لأننا ما نعرف أحجامنا. لو واحد كل واحد يعرف حجمه ويوقف عند حجمه اعتقد أن الحياة تتسق تماما. الإنسان إلى حجم معين يقف عند حجمه، لا يتطلع إلى أكثر من حجمه، إذا تطلع يعني معناه خالف الحقيقة، إذا تطلع يعني زور الحق إلى الباطل. إذن الإنسان يكون يقف عند حجمه.